من جديد اهلا بحضراتكم. ويمكن في بدايه الحلقه اتكلمت كتير عن ختان الاناث، والنهارده اليوم العالمي لمواجهه ختان الاناث، ويمكن كنت ذكرت لحضراتكم بعض الارقام لاخر مسح حصل في هذا الملف، كانت سنه 2014. ويمكن حابين نفسر هذه الارقام، يعني هل هذه الارقام طبعا فيها انخفاض وطبعا في انخفاض، ولكن هل هو ملحوظ؟ هل هو مؤثر؟ التصدي لهذه الظاهرة، والحقيقة تفاصيل كثيرة. خلوني أرحب بضيوفي الكرام، دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. دكتور طلعت عبد الأوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أهلا بحضرتك يا دكتور. ودكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة مشاهدين. دكتور عمرو، قبل ما ابتدي في تفاصيل الحملة الجديدة، يعني أنا عارفة إنه الصحة دلوقتي بتقوم بحملة جديدة ويمكن مسح كمان جديد، خليني أسألك عن 2014، وكان في بعض النسب اللي اعتقد انها الى حد ما صادمه، احنا لسه في الثمانينات والتسعينات، ويعني حاجه 90% وحاجه 80%، وايضا بالمقارنه بالاعوام اللي قبل كده في انخفاض في 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 طبعا نسب عمليات الختان وهذه الممارسات، ولكن حضرتك شايفها ازاي على الارض؟ نقدر نقول ان مصر بتحارب الختان بقى لها حوالي اكتر من 25 سنه. طيب. بس اصعب حاجه تغيريها الحاجه اللي موروثه في الدماغ. قد يكون الناس اتولدت وجوه دماغها ثقافه ان الختان ده بيحمي البنت من الانحراف. فعشان تعملي تغيير ده بيحتاج سنين كتير جدا. حصل تحسن كبير، بس هل يا ترى هو كافي او احنا راضيين عنه؟ لا. محتاجين لسه شغل اكتر. احنا اخر مسح سكاني هو المسح السكاني بتاع 2014، كان اعلن نتائجه في شهر 5 2015. ده اخر مسح عندنا في مصر. منتظرين نتائج المسح الجديد اللي هيبقى في 2019، ده اللي نقدر فعلا نقارن بيه ونشوف مدى التحسن ما بين اخر مسح والمسح بتاع 2019. وكان معالي وزير الصحه والسكان دكتور هاله زايد كان في اجتماع المجلس القومي للسكان، كان يوم 27 يناير، كانت اعلنت ان احنا ان شاء الله بكره في مقر المجلس القومي للسكان هنحتفل باليوم العالمي لمناهضه ختان الاناث، وهنعلن عن مبادره جديده لمناهضه ختان الاناث. اتبذل شغل كتير قبل كده، بس محتاجين اكتر، محتاجين برؤيه مختلفه، محتاجين يكون في تواصل مع الناس اكتر. هل الرؤيه الجديده او المبادره الجديده هل تبلور شكلها؟ هل بقى عندنا محاور هنشتغل عليها يا فندم، ولا احنا لسه بنتكلم انه يعني في نيه حقيقيه؟ لسه شغالين، يعني لسه ما اقدرش اقول لك دلوقتي التفاصيل، بس اقدر اقول لك ان احنا لسه شغالين عليها، محتاجين عايز اسالك عن النسبه بتاعت 2014، يعني كنت بقول لك في يا دكتور نتكلم انه 92% من السيدات التي سبق لهن الزواج في الفئه العمريه من 15 ل 49 سنه، دي نسبه كبيره. دي حقيقه. هل النسبه دي مرشحه للزياده؟ لا، في الانخفاض. في الانخفاض. بس مش هتقدري تقولي انخفض بنسبه قد ايه لغايه ما نشوف المسح السكاني الجديد. طبعا، بس هو بتقل؟ هتقل. بس احنا بنتكلم هي بتقل بنسبة قد ايه؟ احنا حقيقة الهدف مش ان هي تقل، الهدف ان انت توصلي لصفر في المية. احنا مش عاوزين اصلا ان هيبقى فيه ختان. لان تعالي نتكلم عليها شوية. هل يا ترى هي عملية الختان؟ لا، هي اسمها جريمة الختان. ولو عاوزة تكوني اكثر دقة، تعالي ترجمي الكلمة بالانجليزي اللي هي FGM، هي تشويه الاعضاء التناسلية الخارجية للانثى. يعني التعريف بتاع الختان يعني ايه؟ قطع جزء او كل من الاعضاء التناسليه الخارجيه للانثى. نعم. فبالتالي نركز مع الناس على بعض المفاهيم. يضحكوا على الناس ويسموها طهاره، فيفهمك ان اللي يتملها ختان هتبقى طهره، واللي ما يتملهاش ختان ما تبقاش طهره، فده اللي يزق الناس ان هم يعملوا ختان. فاحنا ناكد هي مش عمليه الختان، هي جريمه الختان. وهي بقت جريمه بالقانون. انت عندك في 2007 بنوته مصريه في المنيا ماتت وهي بتعمل لها ختان، كان اسمها بدور. وبسبب بدور دي في 2008 ابتدى بقى وزارة الصحة ونقابة الأطباء وصدر القانون بتجريم الختان. بس كان ساعتها العقوبة كانت جنحة. مشكلة الجنحة ايه؟ ان هي يا غرامة يا حبس. ومرت السنين لغاية ما في 2016 بنوتة مصرية تانية اسمها ميار في السويس ماتت وهي بتعمل ختان. خلي بالك الحالتين كانوا بيموتوا هم في مستشفيات مع دكاترة. 2016 ميار دي لما ماتت حصلت حالة حراك في المجتمع المصري. وبسبب ميار القانون اتغير من جنحه لجنايه. ميزه الجنايه ان هي ايه؟ ان ما بقاش فيها غرامه، هي بقى حبس من 5 لـ7 سنين. واذا حصل مشكله البنت اعتقد انه بيبقى سجن مشدد. طبعا، وهي زي ما قلت لك هي الميزه ان ما بقاش فيه غرامه، هو بقى على طول بقى الحبس. فدي ميزه التشديد العقوبه من جنحه الى جنايه.
انا الحقيقه دكتور انا اكيد هتكلم في القانون بس للاسف احنا كلنا عارفين ان الناس بتتحايل عليه وان احنا ما بقيناش عارفين ننفذه على الارض لانه العمليات بتحصل ايضا ومن اطباء برضه. لكن خليني اروح لدكتور طلعت. دكتور طلعت، الجمعيات والمؤسسات الاهليه ليها دور على الارض قوي في هذه المساله. عايزين نعرف تشرح لنا دور اللي بتقوم به الجمعيات الاهليه في هذه المساله. هو يعني الجمعيات والمؤسسات الاهليه لها دور مهم جدا في التوعيه. يعني احنا دلوقتي حضرتك عارف ان دي مساله زي ما الدكتور عمرو بيقول هي ثقافات. صحيح. هي ثقافه وموروثات موجوده، ويعني بالمناسبه طبعا هي لا فيها ناحيه دينيه ولا حاجه خالص، لان كل ما حدش من اي من الاديان السماويه اكد ان ده لا علاقه بالاديان لا الاسلاميه ولا المسيحيه. والدليل ان في المملكه العربيه السعوديه اللي نزل فيها القران ما فيش ظاهره ختان يعني. وطبعا يقال ان هي عاده حبشيه جايه مع نهر النيل، عشان كده دايما في الجنوب اكتر من الشمال يعني. فاحنا طبعا بنركز كجمعيات اهليه في التوعيه والتفهيم والتنوير للمواطنين بخطوره هذا الموضوع وابعاده ومشاكله على البنت بما انك بتتكلم انه دور الهام في التوعيه. كان دكتور عمرو قال انه الصعب في الموضوع ان هو فكر، هو فكر مترسخ. لا هو غير الفكر يا فندم، هي المشكله الاهالي. طب تسمح لي اكمل بس سؤال. ايه الصعب تاني يعني؟ ايه اللي بيواجهكم الجمعيات الاهليه وحضراتكم بتشتغلوا على الارض؟ المشكله الازليه او كبيره ان الجاني والمجني عليه متفقين، بمعنى الـ 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 الام او الاب راحوا بالضحيه للدكتور والاثنين اتفقوا. هي بتبدا تظهر الحالات القليله دي امتى؟ زي الدور وزي البنت الثانيه ديت او غيرها، اما يحصل مشكله، اما تحصل عمليه كارثيه، يحصل وفاه، يحصل شك، يحصل صدمه، يحصل نزيف، نبدا. انما طول ان هم متفقين يعني، هم اللي حاصل ان هي البنت راحت بمحض اراده. حتى لو حصلت الشوك ما حدش بيبلغ عن الثاني يا دكتور. لا ما مش هيبلغ لسان يعني، هم لا الاهل هيبلغوا الدكتور والدكتوره هيبلغ. هم اصلا متفقين يعني. هي المشكله في يعني في بعض الجرائم بيبقى في اتفاق يعني الاجهاض الليجل اللي هو الاجهاض الغير قانوني وعمليه الختان او جريمه الختان، دولت بيبقوا في اتفاق. فعشان كده خلاص هم راضيين مرضيين. هي بقى المشكلة اللي بقت ظهرت في الأفق، اللي كان الأول الموضوع ده قاصر على القيام به لحل الصحة، التمريض ده كذا، للأسف بقى اتحولت. أما احنا جينا حصلت حملة قوية وقلنا عشان الإنفكشن وعشان الالتهابات وعشان التلوث والحاجات دي كلها. فبعض الناس فهمت غلط أو الرسالة وصلت غلط، ان طب المشكله عشان الناس بتستخدم الات ملوثه. طب ما نروح بقى يعني ما تروحش الحلقه الصح بس روح للدكتور. والخطير ان الدكتور ده يعني شخص متعلم يعني، ده من 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 الناس اللي تعبت في قعد 7 سنين والناس المفروض عارفين قيمه القانون وفاهم وفاهم انه هيتسجن. ولكن انا عايزه ارجع لنقطه تطبيب الممارسه دكتور لو تسمح لي، بس عايزه اذهب لدكتوره هاله. دكتور هيلا، هل ختان الإناث تحول لأحد خصائص المجتمع المصري ليصعب كمان تغييرها؟ هي مش أحد خصائص المجتمع المصري ليصعب تغييرها، لكن زي ما الدكتور طلعت تفضل وقال إن هي عادات أصبحت مترسخة في بعض المجتمعات البسيطة والثقافات الفقيرة. الحقيقة أنا عملت بحث عن ختان الإناث كان في 2013، كان العامل الديني اللي الناس متخيلة إنه الناس تلجأ ليه علشان الدين كان يمكن نمرة 4 أو نمرة 5. لكن تخيلي حضرتك ان كان السبب الرئيسي انه مناسبة اجتماعية بيتم فيها، البنت بتبقى فرحانة في الطبقة الفقيرة دي انها تقعد 3 أيام. تخيلي انها بتقعد 3 أيام مرتاحة. لا ده انا هقول لحضرتك، لما سألتهم البنات بتقعد 3 أيام أو 4 أيام مرتاحة من شغل البيت وبتاكل فرخة مسلوقة والناس بتيجي تنقطها وتجيب لها هدايا، فبعض البنات بيرسخوا فكرهم. الى اي مدى الشريحه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي منتشره في كل طبقات الفقيره في الريف المصري؟ بيرسخوا يعني؟ عندهم ان دي مناسبه اجتماعيه هتتم، وانه البنت كده يبقى هي دخلت في مرحله عمريه معينه والام بتبقى سعيده. بس دكتور ان كمان الختان منتشر في كل طبقات المجتمع المصري. بس مش لا مش في حضرتك، مش في كل الطبقات. الطبقه اللي عندها قدر من الثقافه وقدر من الوعي اصبحت بترفض ده، ويمكن لقينا بس في جيل الجدات. يعني انا كنت بدرس 3 أجيال، البنات والامهات والجدات.
الجدات هم اللي كانوا لسه الى حد ما متمسكات، لكن الامهات بدات تفهم وبدات برامج التوعيه. بس النسب بتقول والتنبيه تقدر تقول انه اكتر من الجدات، يعني ده احنا لسه في النسب اللي هي حاجاته 80. هم الجدات بيأثروا على الاحفاد وعلى الامهات، لكن هو مرتبط بدرجه كبيره جدا بالثقافه المنغلقه في بعض الثقافه الريفيه والطبقات الفقيره جدا اللي هي اللي بتعيش حياه بسيطه جدا. المشكله الاخطر بقى زي ما حضرتك ودكتور عمرو ودكتور طلعت اتكلمنا، هو تطبيب الظاهره، انه بعض الناس فهمت انه الموضوع ده طالما بيتم على ايد دكتور يبقى ما فيهوش مشكله ويبقى هو هيحقق الغرض منه من غير ما يؤذي. لا، احنا عايزين نقول انه وجوده تماما مؤذي، يعني ممارسة هذا الموضوع سواء من خلال طبيب أو من خلال ممرضة وتفر أيا كان اللي هيقوم بيه، هو مؤذي جدا للبنت ومشوه ليها نفسيا وجسمانيا، ويعد من أخطر أنواع العنف الموجه للفتاة. أنا عايزة أسأل حضراتكم، يعني هل الأطباء أو الدكاترة بيبقوا بيعملوا ده جزء من 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 البيزنس أو من التجارة، ولا بيبقى فكر؟ لا، في هل في ناس مؤمنة؟ لا، في طبعا اللي في ناس شايفة إنه ده حقيقي وده صحيح ولازم نعمل كده وإنه ده الصح، يعني دي الممارسة الصح؟ في دكتور هيبقى مقتنع إن ده ليه علاقة بالدين، زي ما قلت لك هي أصعب حاجة يخلي تغييرها صعب إن بعض الناس ربطها بالدين، فهو ربطهولك بالدين الإسلامي، فقد يكون إن الدكتور ده من القرية وعنده نفس الفكر، فشايف إن هو كده بيحمي بنات المسلمين من الحراف لما يعمل لهم الختان، بس ممكن يبقى دكتور تاني هو بيعملها لدفع مادي. ونأكد تاني إن الختان هو عادة أفريقية في 28 دولة أفريقية، ما يربطهمش لا لغة ولا دين. ويمكن الحاجة اللي بتزعلنا إن أنا لما بندرس الطلبة عندنا في المراجع العالمية يقول لك مصر، السودان، الصومال، اثيوبيا، يعني دولت اعلى اربع بلاد في العالم في نسبه الختان، فطبعا نسبه الختان عندي في مصر عاليه جدا، محتاجين نشتغل، محتاجين، بس محتاجين ان انت تغيري اللي في الدماغ، يعني دايما بقول عليها هي حرب وعي. صعب انك تغيري اللي في الدماغ، محتاجين ان انت تشتغلي على الناس وتردي على كل الاسئله اللي في دماغهم. النسبه لما تقول لي انه 82% من العمليات اللي بتجرى، 82% من العمليات بتجرى عن طريق الطبيب او الاطباء، هنواجه ده ازاي؟ يعني فين الوزاره؟ فين النقابه؟ وهل القانون مش كافي؟ يعني يمكن زي ما حضراتكم قلتوا انه الطرفين مش هيبلغوا من بعض، يعني انا هنفذ القانون ازاي لما الاهل والطبيب؟ ما هنا الصعوبه ان انا انفذ وصعوبه ان انا يعني اظبط الحاله او الواقعه. ايه ازاي هنواجه ده يا دكتور لما احنا بنتكلم عن النسبه او الشريحه الاكبر من الاطباء؟ لو احنا غيرنا وعي الناس، لو ما فيش ام اختت بنتها للدكتور انت قضيتي على الختان. طب ولو راحت للدكتور وقال لها لا؟ لو لقيت معظم الدكاتره بيقولوا لا، ما هو ده مهم. يعني انا دكتور نساء وبتجي لي ام تيجي تقول لي يا دكتور ما تبص على بنتي وتقول لي هي محتاجه ولا لا، بقول لها لا، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. فمحتاجين نشتغل على الاثنين، رفع الوعي عن الدكاتره وان يكون في طبعا تشديد، ويمكن طبعا القانون ساعد كتير جدا، يعني تغليظ العقوبه من جنح الجنايه لا يخوف الناس، دي حاجه. وزي ما قلت لك مش هتعرفي الارقام قلت قد ايه، انت القانون ظهر لك في 2016 وانت المسح دي كان ارقامه في 2014، فعشان اقدر اقيس اثر القانون انا لسه مستني اشوف المسح، فنقدر نقول خلي بالك الرقم اللي انت بتقوليه ده كان قبل القانون. انا دلوقتي بقول ان القانون بقى فيه تجريم وبقت جنايه، متوقع ان لازم هيكون لي اقل النسبه، بس هرجع واكد لك لو ما فيش ام اخذت بنتها للدكتور انت قضيتي على الظاهره، فهي حرب وعي محتاجين. انا برضو دكتور متمسكه، يعني اكيد حضرتك ادرى، بس كمان لو انا لفيت على كذا دكتور ولقيت كذا دكتور بيقول لي لا خلاص طبعا. يعني هعمل دي مهمه طبعا، ما بقول لك رفع الوعي عند الدكاتره مهم، بس هقدر اقول الرقم زي ما هو ولا لا؟ نصبر لغايه المسح اللي جاي ونقدر نقول. انا متوقع ان هو مع القانون لازم الرقم هيكون اقل كتير. دكتور طلعت الاليات، يمكن كنت بقول انه اكيد مع مرور الزمن في اليات جديده بنستخدمها للتوعيه، يعني بنتكلم انه زي ما الدكتور قال ومن ساعه ما وعينا يعني حملات اعلانيه عن الختان وخطوره الختان و ايه الجديد اللي بنتعامل بيه في الشارع مع هو الجديد دلوقتي برضه احنا يمكن في الطرفين، ان احنا قلنا الام او الاب والطبيب، في طرف في النص الطفله نفسها. لعلمك الطفله دي احنا بدانا نشتغل عليها طبعا، لان اصلا في كمان ناس بتودي اولادهم وبقوا في سن كبير، يعني مش تبقى طفله تبقى عندها 15 18 20 سنه. بس يعني هل في موجودة في هذا المستوى الاجتماعي ممكن تقول لاهلها لا؟ طبعا تقول لا، وده الخط الساخن اللي موجود دلوقتي في المجلس القومي لموضوع الطفوله، ونبدا نوعي البنات في المدارس،
يعني النهارده تصور لما حمله قوميه كبيره ودي جزء من حمله ان انا اروح مدارس الاعدادي وده الجمهور المستهدف بالنسبه لي. انت هتحصل لك كذا كذا لو عملت كذا. النهارده الوعي بالنسبه للاطفال بقى عالي. الاطفال النهارده بداوا يعني بقوا سابقين سنهم وكلنا بنشوف في استخدامهم للكمبيوترز والحاجات دي كلها. نبدا نشتغل عليهم وده مش قليلين، ممكن تقول لا وممكن تعمل مشكله وده برضو بنراهن عليه. برضو بنشتغل على الدكاتره في قسم بكرات والحاجات دي كلها ولازم انت عملت كذا. وبعدين لعلم حضرتك هو اصلا ممنوع ان الدكتور يعمل عمليه في عيادته الخاصه، ممنوع طبقا للقانون. بس هتجيبه ازاي يا دكتور؟ نعم يعني ازاي هنضبط الحاله يعني؟ ممنوع لازم يعمل عمليات في المستشفيات. فطبعا دي اما هتجرم ان نقول مثلا المستشفى ديت مورست فيها هذه العمليه ومثلا يحصل تنفيذ القانون وبصرامه. برضه اكيد في ناس هتتعظ. تغيير المفاهيم برضه مساله مهم. الخطاب الديني المستنير اللي يبدا يلغي تماما فكره ان ده جزء من الدين لان برضه بيتشغل على قصه الدين. في امثله كثيره جدا ان احنا كتير قوي الناس ملهاش علاقه بموضوع السلوكيات والحاجات دي فعلا مؤكده ان مش موجوده. مش كل واحده ختنة كذا ولا عكس. فكل الكلام ده يعني هي مساله حمله كبيره الكل يشتغل فيها. المدرسة متكاملة. عايز أسأل حضرتك يعني من خلال الحديث الدوري عن حملات مختلفة ليها علاقة بالريف والحضر والصعيد و زي مثلا حملة الحد من النسل أو كفاية اثنين أو تنظيم الأسرة بنتكلم انه في بعض البيوت تحديدا في الريف انه راجل متحكم. تمام. هل بتستهدفوا راجل في البيوت؟ طبعاً. هل بتستهدفوا حملات التوعيه راجل لانه بيبقى ليه الراي الاخير في هذه المسائل؟ يعني المسائل حضرتك تقصد تنظيم الاسره مثلا على سبيل المثال؟ لا يعني بتكلم على الختان برضه. الختان طبعا يعني. بس انا بتكلم انه خبرتنا جت في هذه المساله من تنظيم الاسره ان عرفنا ان هو ليه الراي الاخير. الاسره كلها. انا ما اقدرش اقول واحد دون الاخر. وبعدين احنا عندنا في حاجات اللي بنشوفها بتلاقي كلنا في مجتمعاتنا المصريه كنت تلاقي في حد في نفس البيت اللي حضرتك فيه في حد بيمارس هذا الموضوع ممرضه او غيره، ما حدش بيبلغ عنها. يعني عندنا الثقافه دي برده مش موجوده، يعني بنشوف الجريمه ونسكت عليها، لا احنا عايزين يبقى في ثقافه عامه ان دي جريمه بكل المقاييس وان دي ممكن تنتهي بازمه. وفي يعني دخل طرف ثالث غير المتفقين. انا عايز اسال حضرتك يعني طرف ثالث بيبلغ غير اللي اتفقوا غير الاثنين المتفقين. عايز اسال حضرتك يا دكتوره ازاي ممكن أم تبقى يعني تم ختانها ومرت بهذه التجربة الأليمة جدا والصعبة وبعد كده عرفت مدى ضررها وبتعمل نفس القصة مع البنت أو مع الأحفاد؟ شوفي هو ده قوة الموروث الثقافي اللي بيعانوا منه قطاعات كتيرة من المجتمع. ناهيكي بقى عن انه بيرتبط في الريف كمان بالتقدم للزواج، يعني بعض المفردات العينه كانت بالنسبه لي يقول لك البنت لو تعرف ان هي لم تختن ما بيتقدم لهاش. صحيح نص النسبه او اكتر بتقول انه الرجاله شايفين انه ده الصح. لكن هنا زي ما الدكتور قال لازم الوعي. في الحقيقه انا شايفه ان الوعي الثقافي والديني والاجتماعي مهم جدا للاسر. طبعا احنا شغالين على الوعي، ولكن تغيير المفاهيم مهم جدا للاطباء. يعني انا مش عايزه الاطباء نشتغل معاهم على منطق الوعي وهثقفك وهعلمك، لا ده انا هحاسبك وهعاقبك وهيبقى ده عقوبه بالنسبه لك ودي جريمه. انت معتقدك ما تمارسوش على بنات الناس، يعني حتى لو انت هتعمله لبنتك مش مطلوب منك للأمانة الطبية وللقسم ولكل حاجة، مش باختيارك انك تمارس ده. في الحقيقة المنطق ده مهم جدا للأطباء ومهم جدا برضو في قياسات التخصص بتاعت الأطباء نقيس الجزء الفكري عندهم خصوصا اللي هيتخصصوا في اتجاه النساء ولا ايه دكتور عمرو؟ ما هو دول كتير قوي. يعني ما نقيس اتجاهاتهم ببعض الاسئله الشفوي ولا الاسئله بحيث ان احنا نعرف اتجاهات الاشخاص دي. اتجاهات كده يا دكتور في ملايين يعني مهمه. ما انا بمتحن طبعا كليه الطب امتحاناتها الشفويه كتيره. عايز اسال حد بس يعني مش هنعرف نطلعهم حتى لو هيبانوا؟ لا بيبانوا. هيبانوا ازاي؟ بيبانوا. هنعمل ايه يا دكتور؟ يعني احنا بتوع السلوك خدونا معاه في الامتحان هنعرف نطلع لهم هنعرف نطلع لهم الناس دي بسهوله جدا. انت بتكذب اصحاب الفكر. يعني عاوز اقول لك على حاجه، احنا ما عندناش في الكتب اللي بندرسها للطلبه
منهج اسمه ختان. أيوه. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقعد معاكي واشرح لك الولاده القيصريه بتعمل ازاي، واقعد معاكي واشرح لك بس هل مدرج انه دي مساله غير مهنيه؟ ماشي، ممكن ما يكونش عندي جزء ختان، بس ممكن يكون، ممكن لما الاقي انه النسبه كبيره كده ادرج، ما اعرفش ممكن يحصل، بس انه انا اوضح او فصل محاضرات انه دي مساله غير مهنيه. ايه اللي غير مهني في المهنه؟ دي اللي محتاجين نشتغل عليها، ان هي تزود، اللي هي غير اخلاقيه، ان هي ملهاش علاقه بالمهنه. يعني النقطه اللي هاكدها لك، انا ما عنديش في الكتابه اللي بدرسه للطلبه حاجه اسمها عمليه الختان. انا ممكن اقعد معاك اشرح لك الولاده القيصريه ازاي، اشرح لك الولاده الطبيعيه. جراحه يا دكتور؟ لا، ما هو بيضحكوا على الناس ازاي؟ الدكتور اللي بيعمل الختان هي ما فيش عمليه بتوصفها، ما تعلموش. فمعنى كده انت بتشيل حته صغيره، بتشيل حته كبيره، الكلام ده هو جايبه من دماغه. يعني ما اقدرش اقول لك هتشيلي قد ايه، ده كل ده اجتهاده هو اللي بيعمله. اما هل يا ترى في مرجع طبي بيوصف عمليه اسمها عمليه الختان؟ لا، دي حاجه هو بيعملها من دماغه، لان هي في الاساس تعريف الختان ان هو قطع جزء او كل من اعضاء التناسليه دون سبب طبي. عاوزين ناكد على النقطه، النقطه دي مهمه جدا يا دكتور عمرو في توعيه الاباء والامهات. يعني احنا عايزين نقول لهم بقى، انتم مش بتودوها للدكتور، انتوا كده مودينها الحلاق صحه، لان العمليه مالهاش علاقه بالدكتور. طيب لو تسمحوا لي فاصل قصير ونرجع نواصل ختان الاناث وكل ما هو جديد في الدوله لمناهضه هذه الظاهره. تفضل.